هو احنا الفكره ان احنا دلوقتي في شابتر تقريبا شابتر 5 كان القصه ان احنا اشتغلنا شابتر 1 في الاول بعد ما خلصنا شابتر 1 رحنا لحته من شابتر 2 بعد كده حته من شابتر 3 كونا حته من 2 وحته من 3 وكونا الطور كله وهنروح 5 ابتدينا في المره اللي فاتت هنخلص 5 النهارده وناخد حته صغننه كده من شابتر 8 ايه ده؟ الحته دي مهمه بالنسبه لي في الشغل بتاعي احنا لازم ناخدها بسرعه. شابتر 6 مالي شابتر 6 مالي وشابتر 7 مؤكد شابتر 7 ده اكتر شابتر انا بحبه الحقيقه بس انا بحبه جدا يعني ده فيه قصص لطيفه خالص لانه قصص كل رياضه في حته صغننه كده. ومع مين؟ وبعدين بعد ما اخلص من شابتر 8 هروح ل 9 علشان زي ما قلنا كده 8 و9 في نيوتن رينجز التجربه بتاعت حلقه نيوتن والتجربه الثانيه اللي هي بتاعت ديفراكشن جريدنت. وبعدين شابتر 10 وبعدين نرجع بقى شابتر 4 7 والبواقي 2 و3 المعمل هيشتغل الاسبوع اللي احنا فيه ده والاسبوع اللي جاي واللي بعده، يعني اخر حصه معمل هتبقى يوم الخميس 12/11. اخر حصه معمل هتبقى يوم الخميس 12/11. فالناس اللي ماشيين بشكل طبيعي ما حصلهمش ديلي لاي سبب ما كانش عندهم اجازه او مسحولين او لازم منهم، الناس دول المفروض انهم النهارده بيعملوا التجربه الرابعه في الاسبوع ده. وهيبقى عندكم عارفين راجعه. يا هلام. انتم برضه اللي اتكلمتوا المره اللي فاتت عن كون مدرب 224 برضه. فالاسبوع ده هيبقى معمل المفروض الناس اللي ما عندهمش مشاكل يبقى في حصه رابعه او رابعه. اللي حصل سؤال الاجازه فهيبقى دي بالنسبه له الرابعه. سوري الثالثه والاسبوع الجاي هتبقى الرابعه ومعاه مره رابعه. اللي حصل انه محاول متاخر شويتين زياده. ف حقيقي الحصه درجتها المفروض مش واصل عندكم يعني؟ اللي حصل انه جاي متاخر فالجاي متاخر ده قوي المفروض انه بيعمل التجربه الثانيه الاسبوع ده والاسبوع الجاي الثالثه واللي بعده الرابعه بس ده مش هيبقى عنده مراجعه فده لو عايز يراجع لو متاخر قوي قوي يعني اللي هم مين دول؟ اللي هم اللي اتحولوا تحت الحد الادنى دول اخر ناس وصلوا فدول المفروض ان هم بيعملوا الاسبوع ده التجربه الثانيه وبعد كده هنديهم اسبوعين ثالثه ورابعه فبس مش هيبقى عنده مراجعه فانت المراجعه بقى تروح مع سيكشن ثاني تراجع فغالبا الاسبوع اللي جاي اغلب الناس هتكون بتراجع الاسبوع اللي بعده هيبقى فاضي يعني المعامله هتبقى رايقه خالص ان اغلب الناس هتكون راجعه امتحان المعمل امتى؟ غالبا هنحاول نخليه اول ديسمبر غالبا بس لسه مش اكيد هنقول لكم لما يبقى قرار اكيد علشان المحولين يعني كان المفروض الامتحان زي ما قلت لكم يبقى الاسبوع السابع او الثامن اللي حصل ان المحولين جم فعلشان كده هنشفت اسبوع علشان يلحقوا يعملوا التجارب وعندنا اسبوع امتحانات اعمال سنه ظهر من يوم 13 ليوم 20/11 الدراسه هتقف وحضرتك هينزل لك جدول نزل ولا لسه؟ لسه هينزل جدول يقول لكم كل يوم في امتحان ماده زي كده الفاينل كده ولجان ولا لازم منه يعني فالدراسه هتقف من 13 ل 20 علشان تبقى امتحانات اعمال سنه بس غالبا امتحان الفيزياء في هذا الاسبوع غالبا لسه مش اكيد الجدول لسه مش اكيد بس غالبا هيبقى الخميس اللي هو هيبقى اخر حاجه في المواد دي ما اعرفش الجدول لسه ما اعرفش طيب المفروض كمان ان احنا عملنا كام شيت لحد دلوقتي في ثلاثة شيتس نزلوا طيب اطرد كام حد علشان نسكت انا مش عايز اطرد بس انتوا مضطرين ان انا اطرد في ثلاثة شيتس نزلوا لحد دلوقتي وثلاث فيديوهات حل للثلاثة شيتس دول والحل بي دي اف كله موجود يعني طيب عملنا ايه في شابتر 5؟ ايه اللي حصل في شابتر 5؟ شابتر 5 ابتدينا نتعرف على حاجه اسمها ويف والحقيقه الويف دي هي الحاجه المهمه اللي في الموضوع يعني اللي احنا كنا بنعمله قبل شابتر 5 كان اسمه سمبل هارمونيك موشن بس ايه سمبل هارمونيك موشن دي؟
هي عبارة عن جسم عمال يتحرك رايح جاي رايح جاي رايح جاي في حاله معزول عن بقية الحياة مع نفسه، وهو معاه الانرجي بتاعته وشغال بيها وخلاص، زي سبرينج شدناه وسبناه، زي كاباستور شحناه وسبناه يفرغ مع ملف وياخد ويدي انرجي وخلاص، معزولين عن الحياة. فنتيجة العزل عن الحياة دي الانرجي لوكالايز او الانرجي محلية موجودة في مكان ما ومش بتنتشر، هي في مكانها كده وخلاص هكذا. لكن لو كان مثلا الجسم اللي بيهتز ده اللي بيعمل سيمبل هارمونيك موشن مربوط في اللي حواليه بشكل ما، زي مثلا جزيء ميه موليكول بتاع ميه موجود على وش الميه، خبطنا الميه بطوبه، فالميه دي المكان اللي اتخبط هيبتدي يهتز يحصل له فايبريشنز، لكن علشان هو مربوط في اللي حواليه بقوه تجاذب في اتراكشن فورسز فيقدر ينقل الحركه دي للي جنبه، فمش ممكن هنلاقيه هو بيتحرك والباقي سطح الميه ساكن ما يتحركش، مش منطقي. فاللي هيحصل ان فيه قوه الارتباط ما بين هذا الجزيء واللي حواليه هيبتدي يباصي الانرجي اللي حواليه، يديله شويه من الانرجي اللي معاه وهكذا وهكذا. فالانتشار بتاع الانرجي ده اللي اسمه ويف او اللي اسمه موف. طيب خدنا المره اللي فاتت شكل الانتشار بتاع الباور بتمشي ازاي، قلنا ان مثلا ده سطح الميه بيبقى نايم على المحور اكس كده في مستوى افقي، عمودي على السبوره يعني، كان ده سطح الميه في مستوى افقي هو المستوى العمودي على السبوره، كويس؟ وحملت انا ديستربنس للميه دي، فالميه هتبتدي تتهز، طالع نازل طالع نازل، وخدت انا كذا صوره ورا بعض تك 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 ورسمت الصور دي لمقطع الميه، فلقيت ايه؟ لقيت الشكل ده، بعد شويه الشكل ده، بعد شويه الشكل ده، بعد شويه الشكل ده. قارنت وضع الموليكيول او الجزيء هنا الاولاني اللي هو عند اكس بيساوي صفر، نصحصح بقى الجزيء ده او الموليكيول ده بتاع وش الميه موجود فين عند اكس بيساوي صفر، يبقى اكس ده هو موقع الجزيء على سطح الميه، واي هو مين؟ هو الارتفاع الهايت بتاعه فين، هو فوق هو تحت هو في المكان الاولاني. ارتفاع واي بيساوي ايه؟ كويس كده؟ شويه لقيته عند النقطه واي بتساوي صفر، نفس الجزيء اللي هو ابو اكس 0 ده، اكس 0 موقعه عند اكس بتساوي صفر ده، عند واي بصفر، شويه عند واي بتساوي سالب اي، شويه عند واي بتساوي صفر تاني، وبعد كده يرجع يبتدي من جديد من اي. فالمنظر ده اربع صور لسايكل كامله بيعملها هذا الجزيء او الموليكول في مكانه عند اكس بيساوي صفر. وخدنا احنا النقط دي ورسمناها كداله في الزمن على جنب كده، ولقينا انها فانكشن اسمها لو بسيطه في المحاضره اللي فاتت اي كوزاين واي بتساوي اي كوزاين اوميجا. راقبنا كمان نقطه، انا بقول احنا عملناها المحاضره اللي فاتت، كمان نقطه اللي هي عند اكس بيساوي كام من الاكس دي بتساوي كام؟ لامدا على 4، هو مين لامدا؟ هو الويف لينث، هو مين الويف لينث او الطول الموجي؟ هو المسافه بين النقطتين شكلهم شبه بعض على الويف، يعني النقطة دي لحد النقطة دي المسافة ده هي اللي هي اكس دي اسمها لندا. لندا دي أنا مقسمها أربع تربع، أدي ربع اتنين تلاتة أربعة، أربع تربع. فعند اكس بتساوي لندا على أربعة هنا الجسم هيبتدي من ارتفاع واي بيساوي صفر، بعد كده بقى عند واي بتساوي اي صفر سالب اي، بعد كده أرجع صفر تاني مطرح ما ابتدى. كويس؟ رقبت الحركة دي ورسمتها على جنب ولقيت إن هي واي بتساوي اي كوزاين أوميجا دي ناقص 90، يعني متأخر 90 درجة بالنسبة للجزيء أو الموليكول اللي قبل. رقبت النقطة اللي بعدها اللي عند اكس بتساوي لندا على 2، وبرضه شفت إنها بتبتدي لسالب اي صفر اي وصفر تاني، وبعد كده ترجع لسالب اي مطرح ما ابتدى. رسمت البتاعة دي مع الزمن، المقطع مع الزمن طلع واي بتساوي اي كوزاين أوميجا دي ناقص 180. فلقيت ان انا كل ما اتقدم لقدام ادرس نقطه على سطح الميه لقدام، كل ما امشي لقدام الاقي النقطه دي متاخره عن اللي قبلها. ففي معادله بقى توصف الكلام ده، كانت هي معادله السيمبل هارمونيك موشن اللي احنا عارفينها واي بتساوي اي كوزاين اوميجا تي زائد فاي اللي هو الانيشال فيز، لكن هنحط لها ترم زياده يعبر عن الديلي نتيجه الموقع. فكل ده سيمبل هارمونيك موشن.
الجديد في الموضوع هو الديلي اللي بيقول لك ان السيمبل هارمونيك موشن بتاعه النقطه دي متاخره عن السيمبل هارمونيك موشن بتاعه النقطه دي. ادي كل القصه. لما اقول نقطه متاخره عن نقطه ده اللي اسمه ايه؟ كويس. لو تخيلنا جدلا حاجه فرضيه مش يعني تخيلنا انه وش الميه كله طلع مع بعض مش واحده فوق واحده تحت كده شكل الموجه اللي احنا عارفينها. لا نتخيل سطح الميه كله طلع مع بعض. هل هيبقى معنى كده في ديلي؟ لا ما كلهم شغالين مع بعض كلهم طلعوا كلهم نزلوا. بس ده ما بيحصلش يعني. طيب فاصبح ان في ديلي يبقى سالب وديلي عند النقطه اكس بيساوي صفر ما فيش ديلي ده نقطه البدايه بتاعت الانرجي. فهنا ما فيش ديلي فده بيبقى صفر. لما كان المسافه اكس لامدا على 4 كان الديلي 90 لما كان لامدا على تي كان الديلي 180 فاستنتجنا قيمه الثابت اللي اسمه كي اللي سميناه البروباجيشن كونستانت وكي ده بيساوي 2 باي على لامدا. ده اللي هو ثابت التناسب ما بين الديلي وما بين اكس. كل ده حكيناه المره اللي فاتت. شويه تسميات اللي جوه الكوزاين اجيب هنسمي كل ده ثيتا وثيتا دي هي الفيز انجل. كل ده اسمه ثيتا وثيتا هي الفيز انجل واخده بتاعتها راديال. ثيتا من جواها فيها ثلاث ترمات ان جنرال. اوميجا تي ده الفيز ترم بتاع الزمن اللي هو بنسميه التمبرال ترم. جاي من تايم اللي هو الجزء اللي بيعتمد على الزمن. الكي اكس ده الجزء من الفيز اللي بيعتمد على موقع النقطه اللي بدرسها. فبنسميه السبيشال ترم. سبيشال جاي من سبيس من مكان او فضاء يعني. فكي اكس يعبر عن الجزء من الفيز اللي نتيجه الموقع فين انت في السبيس سبيشال ترم. يبقى ده جزء من الفيز وده جزء من الفيز والجزء الاعتيادي اللي هو الانيشال فيز فاي ده بقى لظروفه حسب بدايه الموجه بقى بقت شكلها ايه ومعرفش ايه فاي ده بيظبط البدايه. المفروض ان كل واحد من دول راديان يعني ده راديان وده راديان وده راديان ومجموعهم راديان. فاي ده راديان ماشي. اوميجا تي ده راديان ليه؟ الاوميجا راديان بير سكند والزمن سكند. هنا راديان ليه؟ الاكس ده متر والكي راديان بير متر. فتلاقي ان ده لازم يطلع راديان. طيب؟ يعني في طريقه كده بتطلع فيها شويه وحدات في طريقه ظريفه كده يعني. لما حد مثلا في اعدادي كان ممكن يسالك مثلا في دايره شحنه التفريغ مكثف الدايره اللي كان فيها كاباستور معاها ريزستنس ار وسي. كان بيطلع فيها الفولتج مثلا بتاع الكاباستور بيقل مع الزمن بصيغه مثلا حاجه على جنب كده دي بتساوي بي نوت دي اس ناقص تي على ار سي. اللي فوق في الاكسبوننت ده اللي هو في الباور هنا ده لازم يكون دايمنشنلس. لازم يكون ملوش ابعاد. يعني هينفع اقول مثلا 5 الباور بتاعها 3 5 اس 3 يعني ايه؟ يعني 5 في 5 في 5 كويس. هل ينفع اقول 5 اس 3 نيوتن؟ ملهاش معنى. فاللي في الباور فوق ده لازم يكون دايمنشنلس. فعشان كده لازم يكون حاصل ضرب ار في سي لازم يكون سكند عشان يبقى سكند على سكند راح. كذلك اللي جوه الكوزاين او اللي جوه الساين لازم يكون دايمنشنلس. الراديان ده ملوش دايمنشن في الاخر. فلازم اللي جوه كل ده يكون دايمنشنلس. فلو كان ده متر يبقى اللي جنبه راديان على متر عشان يخلصوا على بعض بقى راديان اللي هو ملوش دايمنشنز يعني. فدي طريقه ظريفه انك تعرف شويه وحدات طريقه سهله وسريعه. طيب عايزين ناخد بالنا من سرعتين بقى هنا. زمان كنا بنتكلم في السمبل هارمونيك موشن عن سرعه اسمها في كانت بتساوي كام في السمبل لو قلت لك مثلا في سمبل هارمونيك موشن is represented by x equals a cosine omega t. x بتساوي a cosine omega t. يبقى السرعه هنا اجيبها ازاي؟ دي x by dt صح؟ دي x by dt. فلو كانت x بتساوي a cosine omega t هتبقى السرعه بتاعت الجسم ابو x ده اهو السرعه بتاعته كام؟ هي تفاضل السرعه مع الزمن يطلع كام؟ ناقص a omega sine omega t. خلاص كده؟ طيب دي السرعه بتاعت السمبل هارمونيك موشن. الجماعه اللي هنا بيعملوا سمبل هارمونيك موشن كل واحد بيعمل سمبل هارمونيك موشن صح؟ ده حقيقي. السمبل هارمونيك موشن دي عند اي نقطة نقطة ليها اكس معينة هلاقي جسمه بيتنطط طالع نازل طالع نازل في النقطة دي. فبعرف له السرعة القديمة هي مش حاجة جديدة هي نفس السرعة بتاعت الاوسيليشن او السرعة بتاعت السيمبل هارمونيك موشن بتاعتي. دي بنسميها الاوسيليشن سبيد او سبيد اوف اوسيليشن. سرعة الاوسيليشن هنا دلوقتي هنلاقي سرعتين بقى في سرعتين في الموضوع مش سرعة واحدة زي قبل كده. يعني قبل كده مثلا سبرينج عمال يروح ويجي يروح ويجي ده ليه سرعه وخلاص وخلصنا على كده اسمها في اكس او في وات ايفر في اكس باي دي تي وخلاص وباي باي انتهينا يعني. هنا بقى في سرعتين في الموضوع ده. السرعه الاولانيه
سرعه السيمبل هارمونيك موشن العاديه القديمه اللي احنا عارفينها اللي هو جسمه بيتنطط في مكانه وهو طالع نازل طالع نازل دي بنسميها اوسيليشن وليها سرعه. السرعه بتاعتها الجسم بيوسيليت في اتجاه واي يبقى السرعه هي تفاضل واي مع الزمن. خلاص ادي الواي اخدها افاضلها مع الزمن اطلع ده يطلع ايه ده يطلع هو الاوسيليشن سبيد ده اللي هي سيمبل هارمونيك موشن قديمه اللي هي الحركه في اتجاه واي. السرعه الجديده فين بقى؟ هي سرعه انتشار الطاقه البروباجيشن. ايه هي السرعه اللي ماشي بيها الانرجي؟ هي في الاخر اللي احنا فهمناه من القصه دي الفيلم ده كله عباره عن ايه في الاخر؟ الجدع ده كان عنده انرجي الذهب اللي جنبه بص كده ده كان بيك ماكسيمم فوق صح كده؟ في المنظر اللي بعده حصل ايه؟ نزل لزيرو كويس كده؟ المنظر اللي بعده سالب ايه؟ المنظر اللي بعده زيرو. باي ذا واي الازمنه اللي هنا دي يعني لما انسى بقيه الموجه خالص لسه قبل ما اقول بروباجيشن انسى الموجه خالص وبص على النقطه اللي عليها دايره حمراء دي دي بتعمل سيمبل هارمونيك موشن في اتجاه واي. لو كان ده الزمن صفر ده الزمن كام ده؟ ده ربع زمن دوري صح؟ مش هي اثناء الوان سايكل دايما عندك بتبقى اسم الوان سايكل دي اربع ارباع صح؟ بيك زيرو سالب زيرو ترجع للبيك تاني. فلو كان ده الزمن صفر يعني البيكتشر دي عند الزمن تي بيساوي صفر دي هتبقى عند الزمن تي بيساوي كام؟ تلتي على اربعه. يوصل لسالب ايه؟ يبقى ده عند الزمن تي بيساوي كام؟ تلتي على اثنين. هنا يبقى الزمن تي بيساوي 3 تي على 4 ويقفل زمن دوري كامل او سايكل كامله لما يرجع مطرح مبتدا هو نفس المنظر الاولاني. يبقى من هنا لهنا ربع زمن دوري ربع زمن دوري ربع زمن دوري ربع زمن دوري بتاع مين؟ هو مين اللي عنده زمن دوري؟ الموليكول اللي بيتنطط ده خلاص كده؟ يبقى كابيتال تي دي هي الزمن الدوري بتاع السيمبل هارمونيك موشن في اتجاه واي. طيب موليكول بعديه بشويه هيبقى الزمن الدوري بتاعه كام؟ نفس الزمن الدوري؟ يعني احنا ادي اول موليكول عمال يعمل سيمبل هارمونيك موشن. لو بصيت على سيمبل هارمونيك موشن بتاعت الموليكول قدام شويه على سطح الميه هيبقى ايه نفس الزمن الدوري؟ امال الزمن الدوري هيبقى ايه؟ هو نفس الزمن الدوري يا فندم يعني مش معقول يعني هو نفس الزمن الدوري اهو ده كان ايه زيرو سالب ايه زيرو ويرجع لايه تاني؟ هنا نفس القصه بنفس مطرح ما ده كان ايه ده كان زيرو. الفرق ما بينهم بس تاخير 90 درجه. بص المنظر ده كان ايه بقى زيرو ده كان زيرو بقى ايه بعد كده ده نزل لسالب ايه ده طلع لزيرو ده مش عارف ايه مش عارف ايه وفي الاخر كلهم يقفلوا سايكل كامله مع بعض تاني كلهم هيبتدوا من جديد مع بعض تاني مطرح ما ابتدى ده رجع لنقطه البدايه ده برضه رجع لنقطه البدايه بتاعته. يعني هو الفرق بين سيمبل هارمونيك موشن واللي بعدها واللي بعدها جاست ديلي لكن هما ليهم نفس الكاركترستكس شبه بعض كل حاجه شبه بعض هو بس الفرق ان دي ابتدت قبل دي ادي كل القصه يعني. زي عربيتين بيجروا عربيه سابقه عربيه بس دي سرعتها 100 كيلو بير اور ودي سرعتها برضه 100 كيلو بير اور بس دي سابقه دي بينهم مسافه سابقه على طول دي متاخره عن دي بتجري دي وراها دي بتجري دي وراها دي بتجري دي وراها دي الموجه ادي كل القصه ده سيمبل هارمونيك موشن بعدها بشويه كمان سيمبل هارمونيك موشن بس متاخره عنها شويه ادي كل القصه. طيب نرجع بقى لسرعه الانتشار السرعه الثانيه تطلع ايه بقى؟ الفيز لا سوري الفيز فيلوسيتي او سرعه الانتشار. الجدع ده كان عنده انرجي خسرها ونزل لزيرو صح؟ الجدع اللي جنبه كان زيرو يعني ما كانش عنده انرجي شفط الانرجي بقى ماكسيمم صح كده؟ طيب بعدين الجدع ده خسر الانرجي نزل لزيرو. الجدع اللي جنبه اللي كان زيرو شفط الانرجي اهو بقى فوق. النقطه دي خسرت الانرجي بقت في الزيرو وباصت الانرجي للي بعدها بقى ماكسيمم وهكذا. فكل واحد بقى تعالى نفترض ان دي النقطه اللي بتمثل انرجي البيك الماكسيمم. البيك راح فين بعد كده بقى هنا. البيك راح فين بعد كده بقى هنا. البيك راح فين بعد كده هنا. فالانرجي بتتمشى لقدام. سرعه بقى الانتشار بتاعت الانرجي ان هي ماشيه كده اهو في اتجاه اكس دي ليها سرعه معينه. هي خدت قد ايه مسافه خلال قد ايه زمن؟ حد شايف كده؟ البتاعه دي الانرجي دي في المنظر ده بعد شويه بقت هنا في المنظر ده الفرق بين المنظرين ده زمن كام؟ ربع زمن دوري ربع بيريودك تايم ربع سايكل حلو. طب في نفس الوقت الانرجي اتمشت من هنا لقدام مسافه كام؟ ربع لمده. يبقى السرعه اللي مشيت بيها الانرجي لقدام كام؟ لمده على كابيتال دي. او ممكن تبص لها دي ودي نفس القصه هي هي يعني الفرق بين الشكل ده والشكل ده ربع زمن ده تي على 4 ده تي على 2 يبقى الفرق تي على 4.
كانت الانرجي عند النقطه لامدا على 4 اتشافت راحت للنقطه اللي هي لامدا على 2 يبقى مشيت مسافه لامدا على 4 خلال زمن كابيتال تي على 4 لامدا على 4 خلال زمن تي على 4 يبقى السرعه بتاعتها لامدا على 2 فسرعه الانتشار بتاعه الموجه هي الانرجي مشيت مسافه كام خلال زمن كام مشيت لامدا خلال تي وبالتالي بنعرف بقى السرعه الجديده بنسميها الفيز فيلوسيتي لامدا على تي ولامدا على تي بيساوي اوميجا على كي ولامدا على تي بيساوي اوميجا على كي ليه هتلاقي بنكتبها اكتر اوميجا على كي مش لامدا على تي اوميجا دي بتساوي كام 2 باي على تي كي بتساوي كام 2 باي على لامدا هل دي هي دي هي هي صح ايوه السؤال طيب سؤال زي ما بيقول هل هي سرعة منتظمة؟ عادة عشان يبقى السرعة مش منتظمة لازم يكون في قوة في اتجاه السرعة أو عكسها خلاص؟ هو القوة الوحيدة اللي هنا في السيستم ده هو اللي احنا بنشرحه قوة رأسية يعني أنا اديت خبطة كده رأسية دب 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 رايح نازل عشان كده هتلاقي في السرعة الرأسية دي تقدر تفاضلها تاني تجيب لها اكسلريشن صح؟ لأن في قوة أصلية هي عاملة حرب دي لكن الانتشار كده هو مفيش قوة في الاتجاه ده فبالتالي السرعة منتظمة في الاتجاه الاكس ده سيربايز يمكن الموضوع يوضح اكتر لو انا رسمت اثنين من دول على بعض ودي من الاسئله اللي انا بحبها قوي هتيجي في الشيت الجاي وان شاء الله في الامتحان ان انا ارسم لك اثنين ويفز لقطتين مش بالضروره تكون اللقطتين دول اللي هي حاجتين ورا بعض صفر وتي على اربعه مثلا يعني ورا بعض على طول بربع سايكل ممكن ارسم لك واحده واللي بعدها بواحده يعني بتاعت زيرو وتي على اثنين ارسم لك دي انت مش محتاج كل ده بس عشان الشرح لكن انت عشان تستنتج البريد تايم انت مش محتاج ده كله في تركيه لطيفه قوي بص يا سيدي شايف اول منظر وثالث منظر ايه علاقه الداب ده شقلباص بعض صح اشاره ثالث فلما تلاقي حاجه والشقلباص بتاعها ده فرق نص سايكل يعني شايف المنظر ده اهو والمنظر ده اهو مقلوبين بعض يعني ده هو الثالث بتاع ده فدول الاثنين دول تلاقي ما بينهم ايه؟ زمن دوري على اثنين. ده منطقي لو انت شاطر في الرياضه ممكن تعطيها في الرياضه وتطلع الكلام ده. كويس؟ او المنظر نمره اثنين والمنظر نمره اربعه. اثنين واربعه بص كده على اثنين واربعه. هل مقلوبين بعض؟ ده سالب ده؟ صح؟ فتلاقي اثنين واربعه مقلوبين بعض. الفرق الزمن بينهم هو سايكل على اثنين. فانا ممكن ارسم لك اي رسمتين من الاربعه دول اقول لك مثلا دي حصلت عند الزمن صفر ودي حصلت عند الزمن مثلا 10 ثانيه. كويس؟ فانت بقى ايه لازم تعرف لوحدك الشكل ده هو الشكل ده هو بعد بعض قد ايه؟ هل بقى بين دي ودي ربع زمن دوري ولا نص ولا ثلاث ارباع ولا كام؟ اعرفها منين؟ بسيطه هتمسك نقطه زي ما عملنا وتشوف حصل لها ايه؟ النقطه دي نزلت من اي لحد صفر. وهي المفروض انها تعمل صفر هارمونيك موشن ايه صفر سالب ايه صفر ايه خلاص فهي المفروض انها بتطلع ازاي ايه صفر سالب ايه صفر ايه كده يبقى قفلت سايكل فلما انا ادي لك رسمتين تمسك نقطه تلاقيها عند ايه وبعد كده وصلت صفر يبقى دي زمن دوري على اربعه لو انا شرير انا ممكن اديها لك دي وبعدها صفر بس الصفر مش ده الصفر ده واخد بالك فانا هديك معلومات تخليك تعرف لو كان ده زمن صفر مثلا وانت شفت دي المنظر ده هو بالنسبه للمنظر ده هو زمن دوري على اربعه وقلت لك ان دي عند 10 ثواني يبقى السايكل هنا البريودك تايم كام؟ لو اديت لك دي قلت لك عند زمن صفر وديت لك دي عند زمن 10 ثانيه يبقى الزمن الدوري كام؟ 40 ثانيه صح؟ البريودك تايم هيبقى كابيتال تي كابيتال تي على 4 بيساوي 10 يبقى تي بيساوي 40 تمام يمكن توضح اكتر لو رسمت لك الاثنين في نفس المنظر يعني لو دي ودي لو ركبتهم على بعض يبقى المنظر كده مش لازم ارسمهم لك منفصلين ممكن ارسمهم الاثنين على نفس المحاور نفس الواي والاكس فانت تبص كده تلاقي الانرجي ماشي شايف الانرجي كانت هنا وتمشي لقدام اهي الانرجي بتتمشى البيك بتتمشى صح
فدي رسمة شبه كوزاين ودي رسمة شبه ساين، هتلاقي الانرجي بتتمشى النقطة دي الانرجي بتتمشى كده، ده شكل الموجة. فممكن تلاقي في الشيء مسألة فيها رسمتين فوق بعض، ومن الشكلين تعرف دي مثلا على الزمن ده بعد الربع او نص او ثلاث ارباع. عظيم. اخر حاجة في القصة اللي هنا دي، الدايركشن اوف بروباجيشن، اتجاه الانتشار. حد شايف الانرجي هنا رايحة في انهو اكس؟ اكس الموجب ولا السالب؟ الانرجي رايحة فين؟ مع موجب اكس، صح كده؟ لما كانت مع موجب اكس طلعت المعادلة كده اهو. ايه كوزاين؟ وباي ذا واي الكوزاين زي ما اتفقنا هو هو زي الساين، فرق 90 درجة من جوه. فانا اللي هقوله على الكوزاين هنطبق على الساين، مش فرق يعني. دي ممكن يبقى مكانها ساين مش مشكلة، دي ممكن يبقى مكانها ساين مش مشكلة. فالمعادلة اللي تعبر عن موجة فيها اتجاه الانتشار او الدايركشن اوف بروباجيشن في اتجاه بوزيتيف اكس، كان فيها الاوميجا تي بالموجب والكي اكس بالسالب. يعني التمبرال تيرم والسبيشال تيرم الاوميجا تي والكي اكس ليهم اشارات زي بعض، موجب وموجب، سالب وسالب، لا عكس بعض. ودي كمان رياضية كافية، دي هي هي. عارف انت ان كوزاين 30 وكوزاين سالب 30 زي بعض، صح؟ فلو عكست الاشاره بتاعت كله من جوه في الكوزاين مش فارقه. طب ساين 30 وساين سالب 30 مش زي بعض؟ ساين 30 بتساوي سالب ساين سالب 30، يعني ساين 30 هنا بتساوي سالب ساين سالب 30، صح؟ يبقى الفرق بين ساين سالب 30 وساين 30 اشاره سالب، اشاره سالب يعني زاويه كام؟ 180 درجه بتتحط جوه مع الشرفين وخلاص. فمش مهم. يعني خلاصة كوزاين زاوية وكوزاين سالب الزاوية أو ساين زاوية وساين سالب الزاوية دول مكافئين لبعض من وجهة نظر الانرجي بتاعتنا ده بتوع فيزياء مش بتوع رياضة. خلاص كده؟ يعني بتاع رياضة هنا أي حد بتاع رياضة يقول لك إيه؟ كوزاين 30 كوزاين سالب 30 إيكوال. أنتوا الاتنين بره. بره يلا. باشمهندسة وباشمهندسة بره. فكوزاين 30 وكوزاين سالب 30 رياضية زي بعض. ساين 30 وساين سالب 30 مش زي بعض. بس احنا بالنسبة لنا كويس مش مشكلة، لأن الفرق ما بين دي وما بين دي أجل 180 درجة، هتشرحها جوه خلص الموضوع. يعني ساين 30 دي لو حطيت لها انيشال فيز جنبها 180 درجة بقت عاملة زي ساين سالب، عاملة زي ساين سالب 30. إنما مش فارقة. فيبقى لما يكون السبيشال تيرم والتمبرال تيرم الاثنين متعاكسين في الإشارة، سواء بقى ساين ولا كوزاين مش مهم مش مهم، الفروقات دي بتتظبط في الانيشال فيز. ده معناه حاجه بتبروباجيت في اتجاه اكس، انرجي ماشيه في اتجاه اكس. كويس؟ لو الموجه او الانرجي ماشيه في اتجاه عكس اكس، بتلاقي انه الاشاره بتاعت التمبرال تيرم والسبيشال تيرم الاثنين نفس الاشاره، موجب وموجب او سالب وسالب. واحنا هنتفق على كده، يعني انا لما ادي لك مساله مش هقول انا هدي لك مثلا، اقول لك مثلا في ويف المعادله بتاعتها واي بتساوي اي كوزاين اوميجا تي زائد كي اكس زائد فاي. انت لوحدك لوحدك عارف ان ده الامبليتيود، عارف ان ده الانجولار فريكوانسي، عارف ان ده البروباجيشن كونستانت، عارف ان ده الزمن، عارف ان ده السبيس، عارف ان ده الانيشال فيز لوحدك. وكمان لما تشوف ان الاشاره زي الاشاره موجب وموجب او سالب وسالب، مش مهم اشاره الفيز الانيشال ده ولا حاجه، ده كلام فارغ، ده مجرد رقم بيتحط عشان يظبط المساله مش اكتر. المهم دول الاوميجا تي والكي اكس، لو نفس الاشاره يبقى الاثنين دول بيمثلوا موجه رايحه في اتجاه عكس اكس. يعني الانرجي بقى ساعتها ماشيه ازاي؟ ماشيه كده بالعكس. ده البروباجيشن كده. والكلام ده ليه اثبات بجد، بس انا مش هعمله، مش عايز اضيع وقت في كلام زي ده. ممكن نثبت الكلام ده. نعم. مين اللي عكس بعض؟ دي عملناها المره اللي فاتت. احنا المره اللي فاتت عملنا ايه؟ جبنا الشكل بتاع السيمبل هارمونيك موشن بتاع نقطه، والسيمبل هارمونيك موشن بتاع نقطه اللي بعدها بلامدا على 4 واللي بعدها كمان لامدا على 4. خلاص. وكتبنا ان في اوميجا تي الاولانيه كوزاين اوميجا تي اللي بعدها اوميجا تي ناقص 90 اللي بعدها اوميجا تي ناقص 180، فكان دايما اوميجا تي ناقص ديلي. خلاص كده. فطالما اوميجا تي ناقص ديلي رياضيا دي زي دي مش فارقه، يعني موجب وده سالب، ده سالب ده موجب. لو هي كوزاين كوزاين زاويه هي كوزاين سالب الزاويه مش فارقه. لو هي ساين بنحط 180 درجه هنا نظبط المسائل وخلاص وخلصنا. خلاص؟
بينما الاشارتين المختلفتين دي الحاله اللي احنا رسمناها وشرحناها المره اللي فاتت. مباشره بقى من غير ما اشرح زياده، لو الاشارتين متشابهتين عكس، بدل ما هي رايحه مع اكس رايحه مع سالب اكس، اضحك عليك بقى في الشيت او في الامتحان اقول لك ايه؟ بدل اكس احط لك ايه؟ زد مثلا. حصل ايه في الدنيا بقى؟ دي موجه رايحه فين؟ تنتشر في اتجاه ايه؟ زد. بس ادي كل القصه يعني مرسومه بين محور واي ومحور زد، مش واي واكس بس، مش اكتر من كده يعني. دي مرسومه بين مين ومين؟ واي واكس. لو انا حاطط لك مطرح اللي جنب الكي ده اهو، اللي جنب الكي ده المحور اللي انا بتمشى عليه، هنا اسمه اكس، هنا مثلا لو غيرته خليته زد يبقى زد. لو كتبت لك المعادله كده، ادي اكس بتساوي ايه كوزاين اوميجا تي ناقص كي واي زائد فاي، دي بتتمشى في اتجاه ايه؟ واي، صح؟ والاوسيليشن في اتجاه ايه؟ اكس. الاوسيليشن سنتر هارمونيك موشن اكس، بينما البروباجيشن بتاع الانرجي واي. مين عنده في الكلام ده مشكله؟ يا ريت تسال دلوقتي. مين عنده سؤال؟ بين السرعه دي والسرعه دي؟ الفرق بين السرعه دي والسرعه دي، اول حاجه المعنى، دي بتمثل ايه ودي بتمثل ايه؟ يعني دي بتمثل انه جسم عمال يتنطط في مكانه، طالع نازل هوب 2 3 4 5 6 زي مثلا سبرينج مثلا، يعني ممكن تتخيل ان في سبرينج متعلق هنا اهو في السقف، والكتله بتاعت السبرينج هي النقطه الحمراء دي. خلاص كده؟ ده سبرينج، والسبرينج ده طالع نازل طالع نازل، سرعته كام؟ دي بنسميها سرعه اوسيليشن، اللي هي تفاضل الواي، المحور ده اسمه واي، تفاضل الواي مع تي. لو في سبرينج تاني جنبه جاره هنا، وفي رابطه ما بين ده وده، رابط ده وده بحمل، فده هيأوسيليت ويتأخر عنه ده بشويه. خلاص؟ الفترة الزمنية اللي خدتها الإنرجي عشان بروباجيت من هنا لهنا ويبتدي ده يتحرك، ده اسمه ديلي، ده اللي احنا شرحناه من شوية. الديلي ده بياخد زمن كذا عشان مسافه كذا، مسافه على زمن، يبقى ده سرعه الانتشار بتاعت الموجه او سرعه انتقال الطاقه. خلاص؟ فاول حاجه الفرق هو الفيزيكال مينينج، ده معناه ايه وده معناه ايه؟ خلاص كده؟ الفرق التاني ده في المسائل بقى، ان انا اديك معادله مثلا اقول لك ايه كوزاين 5 تي ناقص 15 اكس زائد فاي. 5 تي اللي جنب التي ده اوميجا اكيد يعني، يبقى الاوميجا ب 5 ناقص 15 اكس، ال 15 دي اللي هي كي. فلو سالتك بقى سرعه البروباجيشن كام؟ هتدور اوميجا على تي هيبقى 5 على 15 يطلع تلت متر بير سكند. فانت يعني شكل المعادله، او العكس اقول لك ان في موجه الفيز فيلوسيتي بتاعتها او البروباجيشن سبيد بتاعتها كذا، فكذا ده هو بيساوي اوميجا على تي، يعني ادي لك معلومه عن السرعه. اقول لك السرعه مثلا 100 متر في الثانيه، يعني مثلا سرعه موجه الصوت مثلا في الهواء 300 متر في الثانيه. 300 متر على ثانيه، يبقى 300 متر على ثانيه السرعه دي بتساوي اوميجا على كي. ادي لك معلومه فيها اوميجا مثلا، يبقى انت تقدر تطلع الكي بالطريقه دي. نعم. نفس الرسمه دي لو كانت واي وزد هتبقى ده بس، بدل ما ده اسمه اكس بدا اسمه زد كده بس. ادي كل اللي حصل يعني. غير اتفضل. بروباجيشن يعني انتشار. خلاص؟ فسرعة الانتشار نقصد بيها ايه؟ يعني الانرجي علشان تمشي من نقطة للنقطة الثانية اللي بعدها خدت قد ايه مسافة خلال قد ايه زمن؟ دي السرعة بتاعت الانتشار. خلاص كده؟ فأنت لما تقارن الرسومات اعتبر إن الانرجي كانت عند النقطة اللي فيها بيك. البيك اللي بعدها هتبقى هنا أهو، صح؟ يعني مع الزمن لما اتغير شكل الموجة اتغير. بقى الموجة شكلها هو المنظر ده اللي أنا ركبته هنا، أنا أخدت كوبي من دي ولزقتها هنا. فالبيك كانت هنا بعد شوية بقت هنا. طيب من هنا لهنا مسافه لامدا على 4، ومن الشكل ده عشان احصل على الشكل ده زمن دوري على 4، يبقى المسافه كام خدتها الانرجي خلال زمن كام يطلع ده سرعه الانتشار. يعني زي ما بقول لك سرعه انتشار الصوت، سرعه انتشار الصوت، الصوت ده انرجي من الاخر بيمشي بسرعه 300 متر على ثانيه. يعني ايه؟ يعني انت تدور على النقط الماكسيمم بتاعته وعماله تتشفت ازاي، هتلاقيها تتشفت بتمشي 300 متر خلال ثانيه. البيك بتاعته اللي هي دي بتمشي 300 متر خلال الثانيه، البيك اللي هي زي الانرجي الماكسيمم يعني. اتفضل. الواي والاي، الواي والزد دي اه
ان احنا قبل الشابتر 5 قبل الشابتر 5 كان نقطه واحده بتتحرك في مكانها زي سبرينج كده رايح جاي رايح جاي مش مرتبط بسبرينجز ثانيه جنبيه خلاص او نقطه ميه لوحدها في حالها كده معزوله عن الحياه بتتنطط في مكانها لكن سطح ميه فيه موليكولز كتير مرتبطين ببعض لازم واحده تتنطط اللي بعدها هتبتدي تتحرك بعد شويه الديلي ده هو اللي هو ظهر في اكس لا دي وجود لو هي سمبل هارمونيك موشن لوحدها يعني لو جبت بندول لوحده وقاعد بقى رايح جاي رايح جاي ده سمبل هارمونيك موشن لكن لو جبت جنبه بندول كذا بندول تاني وربطتهم في بعض بسلك وخلي ده يبتدي يلعب بعد شويه هيبتدي ده يتحرك بعد شويه هيبتدي ده يتحرك الانرجي بقى ده يبصل الانرجي للي بعده للي بعده يبقى دي اسمها ويف تمام ايوه مثلا افهم منين ان دي ودي 3 في على 4 كويس بص دي نزلت ربع سايكل يعني هي السايكل بتاعتها هتمشي من اي 0 سالب اي 0 اي صح؟ طيب لما اقارن دي بدي هلاقي ايه؟ هلاقي ان دي نزلت من اي ل 0 صح؟ هديها 0 تمام؟ طيب النقطه اللي جنبها ده من اي يعني تعالى نرسمه فوق بعض يعني الرسمه الاولانيه دي نرسمها هنا دي كانت ايه؟ بقت زيرو ودي اتشفتت كويس دي هي دي صعبه شويه هو السؤال ده كويس دي صعبه سنه دي الحركه اللي بعدها هتروح فين؟ يعني ليه دي ثلاث ارباع مش ربع؟ بص الربع منظرها ازاي؟ الانرجي مشيت من النقطه دي للي بعدها يعني اللي حصل ايه؟ ان النقطه دي باصت الطاقه للي بعدها كده اهو الانرجي مشيت كده صح؟ يعني لما نقارن دي بدي نلاقي الانرجي مشيت من دي بدي صح؟ مشيت بس ربع زمن دوري وربع لمبه. طيب لما اقارن الاولانيه بالثالثه الانرجي حصل لها ايه؟ الانرجي كانت هنا اهو هل راحت اللي بعدها كده؟ اللي بعدها راحت فين؟ في الارض خالص. فدي بعد ربع زمن دوري ما تخلقش المنظر ده. بعد ربع زمن دوري المفروض تخلق منظر البيك مشيت كده. صح؟ يعني مشيت بس ربع لمده. هل هي مشيت ربع لمده؟ ما حصلش ولا حصل ان المنظر اللي بعد ده اهو ما كانش ده اهو، كان الازرق ده. لما قارن الاخضر الاولاني بالازرق الاخراني. لو كان بس ربع زمن دوري كان المنظر الاخضر الاولاني ده اكسبكتد انه يخلق المنظر الاخضر الثاني. ما خلقهوش. خلاص؟ فيبقى ده مش ربع زمن دوري. بس في نفس الوقت شكل الاي نزلت من فوق لتحت هنا عملت ربع سايكل. يبقى هي ربع سايكل بس مش ربع سايكل. يعني هي شكلها كده ربع سايكل بس شكلها كده مش ربع سايكل. يبقى دي ثلاث ارباع سايكل. ده اللي يحل الازمه. نعم. انت لو بصيت لها مشيت شمال يعني ماشي بس هي كده يعني انت عندك حق انت بصيت لها ان دي لما نزلت اللي انا مش راحت فين؟ يعني دي انت لو كملت دي كده اصلا يعني لو دي كملتها كده يبقى اللي انا مش راحت ناحيه الشمال ماشي يعني دي تمثل موجه بقى عكس القصه بتاعتنا يعني رايحه ناحيه الشمال لو كنت بقول لك انها رايحه ناحيه الشمال يبقى كلامك صح يبقى ربع زمن دوري يعني بس احنا بنتكلم على واحده رايحه ناحيه اليمين دي سالب ثلاثة ما هو ما اقدرش اقول الزمن بالسالب يعني دي مشكلة نعم الانرجي هنا ودي دي دي دي, دي, دي راحت هنا والله ده اقتراح كويس ازمنته مال كلام كويس قوي بصوا الانرجي هنا راحت من فين لفين يعني اول منظر بعد كده الانرجي راحت فين كل ده صح ده كلام هايل يعني مشيت هنا 3 لمضة على 4 صح الراجل ده عنده الماحيه شويه من هنا لحد هنا مش التلات ارباع لمضه يبقى دي مش ربع زمن دوري التلات ارباع زمن دوري دي اسهل دي صح برافو طيب بس في الاول احنا محتاجين نعرف حاجه اسمها الديفرنشال فورم اوف ذا ويف ايكويشن يعني ايه الديفرنشال فورم
فاكرين الكاركترستيك ايكويشن بتاع السمبل هارمونيك موشن؟ بتقول ايه الكاركترستيك ايكويشن؟ حاجه لو بالنقط بتساوي ثابت وكونستانت والحاجه تاني خلاص كده؟ واتفقنا ان اي حاجه في الدنيا تحقق الكاركترستيك ايكويشن دي يبقى الحاجه دي كانت سمبل هارمونيك موشن. عظيم. ولقينا ان السمبل هارمونيك موشن بتروح يعني فين؟ احنا لما درسنا هنا درسنا بالطريقه بتاعت الناس ايه اللي ما يعرفوش ديفرنشال ايكويشنز كويس. لسه في الرياضه بياخدوها ثانية. فعلشان كده كانت الدخله بتاعت الكورس دي ماشيه ازاي؟ سيركولار موشن الناس تعرفها تعمل بروجيكشن على اكس او بروجيكشن على واي تلاقي حركه بتكرر نفسها يبقى دي اسمها سيمبل هارمونيك موشن ومعادلتها بتيجي من البروجيكشن او من المصدر ده. فضلناها مرتين طلعنا كاركترستيك ايكويشن قلنا الحقيقه مش كده. الحقيقه ماشيه ازاي؟ ده ان شاء الله بوصل ان انت يكون عندك مساله ميكانيكا مثلا تحط قانون نيوتن يوصلك للكاركترستيك ايكويشن يعني زي السبرينج كده كانت القانون نيوتن بتاعه كان طلع لنا ايه؟ ان سالب كي اكس بيساوي ام في اكس دبل دوت صح؟ فساعتها اتفضلت ده اكس دبل دوت بيساوي سالب كي على ان اكس كي على ان ده كونستن سميناه ام لتربيع يبقى المعادله دي ساعتها هتقول ديفرنشال ايكويشن احنا ما نعرفش حلها بس يعني من الدخلة الأولانية بتاعت السيمبل هارمونيك موشن بتاعت السيركلر موشن والبروجيكشن الكلام ده احنا عارفين انها لازم شكلها اكس تساوي ايكو زي كذا اتفضل. بس في الحقيقة الناس بيعملوا ايه؟ بحل نيوتن أو بحل كي في ال لو ميكانيكا أو الكتريكال. ده وصلني لسكند أوردر ديفرنشال ايكويشن بتاعت الكاركترستيك، ده وصلني الكاركترستيك باخدها كرياضة بقى وأحل ديفرنشال ايكويشن، يعني أنتوا مثلا دلوقتي في الديفرنشال ايكويشنز في الرياضة. اتعلمتوا تحلوا النوع اللي اسمه ايه؟ الفيرست اوردر لسه صح؟ انتوا بتتعلموا حاجه اسمها اوردينري ديفرنشال ايكويشنز صح؟ فانت بتحل بسبع طرق مختلفين المعادله التفاضليه من الدرجه الاولى، بعد كده تاخد معادله تفاضليه من الدرجه الثانيه سكند اوردر اللي هي شبه الكاركترستيك ايكويشن بتاعه السمبل هارمونيك موشن. وهتعرف انها معادله هبله وحلها سهل قوي. طيب نفس القصه عملناها في الويف، يعني احنا جبنا المعادله بتاعت الويف اللي اسمها واي بيساوي ايكو زي اوميجا تي ناقص اكس زائد فاي. وهنسمي كل اللي جوه الكوزان ده اسمه سيتا مثلا، خلاص اختصارا. لو انا فضلتها مرتين بالنسبه للزمن، فضلتها مرتين بالنسبه للاكس، وشفت التفاضل ده والتفاضل ده وقارنتهم ببعض، يعني انت لو قسمت واحد على الثاني هتلاقي ان الاي والسالب دول طاروا كويس؟ سوري دي كوزان، ما تنساش كوزان. ناسف لهذا الخطا المنطقي. خلاص. سالب ايه وكوزاين هيروح وسالب ايه وكوزاين هتبقى لك برج تربيع وكي تربيع فهترسى على المنظر اللي هناك ده. كويس؟ المنظر ده بيوصلك في الاخر للفورمة دي. الفورمة دي فيها ايه؟ ان تفاضل مرتين الواي مع الاكس وتفاضل مرتين الواي مع الزمن في منهم علاقه رقم ثابت واحد على بي تربيع واحد على السرعه الفيز. السرعه الفيز فيلوسيتي مش هنكتب في جنبها فيز هنكتب في وخلاص يعني. اللي احنا عارفين انها اوميجا على كي. دي اسمها بقى الكاركترستيك ايكويشن بتاعت الويفز. الكاركترستيك ايكويشن بتاعت الويفز. او الويف ايكويشن ان ذا ديفرنشال فورم. ويف ايكويشن ان ذا ديفرنشال فورم في الشكل التفاضلي. اي حاجه في الدنيا تحقق الشكل ده هو يبقى اسمها ويف. يعني مثلا ممكن في شيء تلاقي مساله زي كده. اقول لك واي بتساوي اي كوزاين اوميجا تي كوزاين كي اكس. هل دي تمثل موجه ولا لا تمثل موجه؟ معرفش. اللي انا خدتها لحد دلوقتي اللي شفتها قبل كده كوزاين اوميجا تي ناقص كي اكس او كوزاين اوميجا تي زائد كي اكس بس. ممكن جنبها انيشال فيز او لا مش مهم ده انيشال فيز. هل دي شبه اللي هناك دي؟ ديكها كوزاينايه واحده وجواها كل حاجه. هنا كوزيناية ومعاها الاوميجا تي وكوزيناية مع الكي اكس، هل دي موجه ولا لا؟ معرفش. طب اعرف منين؟ اخدها واحطها هنا اهو، افاضلها مرتين اكس وافاضلها مرتين تي، لو حققت المنظر ده اهو يبقى دي ايكويشن تمثل ويف. تمام كده؟ دي هنقابلها الحصه الجايه، دي اسمها الستاندنج ويف او الموجه الموقوفه، لما بيتفصل التيمبورال تيرم عن السبيشال تيرم، التيرم ده لوحده والترم ده لوحده، ده كوزيناية وده كوزيناية، أو ساين وساين، أو ساين وكوزاين، أو كوزاين وساين مش مهم كله زي بعض.
لو الاوميجا تي ثابت الكي اكس تطلع ستاندنج ويف. هناخد الكلام ده المره الجايه خلاص. دي اسمها ترافلنج ويف، دي موجه بتنتشر بتمشي بتتمشى في اتجاه واحد على طول، مسافره في اتجاه موجه باكس، مش بتروح وبتيجي وتعمل شكل الموجه الموقوفه اللي احنا خدناها الستاندنج ويف واحنا صغيرين في سنه. فده التست اللي منه تاخد. طب هل بقى في الحقيقه الناس جابوا المعادله بتاعت الويف دي وراح خدوها مرتين وخدوها مرتين وقال لك دي كاركترستيك ايكويشن؟ لا، في الحقيقه الناس عملوا ايه؟ بيجيبوا مثلا السيستم بتاع ايه الموجه اللي على حبل، كويس، حبل مشدود خبطته زي العود كده، عود او جيتار او حاجه، ده حبل مشدود الوتر، وتروح مديله اكسايتيشن يعمل شكل الموجه ويطلع اصوات وكلام منه، ودرسها ميكانيكا، ولما درسها ميكانيكا وصل للبتاع ده، او ابن عمه بقى بتاع الالكتروماجنتيك ويف جاب ماكسويلز ايكويشنز. حلو بقى كانت ماكسويلز ايكويشنز بسرعه كده. الترم سوري الترمين بتوع اعدادي، الترم الاولاني والثاني خدنا فيهم ايه؟ الكتريستي وماجنتيزم. اللي احنا خدناه في اعدادي ده اسمه ايه؟ اسمه الكتروستاتكس وماجنيتوستاتكس. الكتروستاتكس يعني ايه ستاتيك؟ ثابت. ليه؟ هل كان بيقولوا لكم التشارج تتغير مع الزمن؟ لا، التشارج ثابته، يعني لو احنا سالك جاوس كده يقول لك في كوره عليها تشارج، انت تروح عامل بقى السيرفس بتاع جاوس انت مش فاهم منه حاجه بقى، وتقعد بقى تشوف جواه ايه وبراه ايه والافلام دي. طيب ربنا رحمني من اعدادي سنتين، شكلي هرجع لها تاني، ما عليك. ف وبعدين بقى ايه الماجنتيزم اسمها الماجنيتوستاتكس. ليه ماجنيتوستاتكس؟ لانه الماجنتيزم بيتخلي من تيار كهرباء بيمشي، بس التيار الكهربي ده لما كانوا في اعدادي بيكلموكم يا اما تيار ثابت يا اما تيار متردد بس تردد واطي 50 هرتز او حاجه زي كده، فبيسموها ماجنيتوستاتكس او كوازي ماجنيتوستاتكس يعني. المهم يعني خلاص اللي هي الحاجات اللي فيها فريكونسي قليل. البتاع ده هو البتاع ده هو كويس. كان هدفهم في الاخر توصل لحاجه اسمها ايه؟ ماكسيمز ايكويشنز. انت خدت في اعدادي اربع معادلات اسمهم اربع معادلات بتوع ماكسيمز، اللي هم مين؟ جاوس بتاع الكهرباء في الترم الاولاني صح؟ جاوس بتاع الماجنتيزم في الترم الثاني. يطلع ايه جاوس بتاع الماجنتيزم لو حد فاكره؟ مش فاكرين؟ جاوس بتاع الماجنتيزم يا خبر ابيض يا خبر ابيض تكامل مش مهم الصيغه الرياضيه، بس هو كان بيقول لك تكامل بي ضد اي على سطح المفروض يساوي صفر. كان ابن عمه بتاع الكهرباء لما تكامل اي ضد اي بيساوي سيجما كيو على اكس، كان الطرف الثاني فيه شحنه، لكن في الماجنتيزم تكامل بي على سطح مقفول بيساوي صفر. ده كان معناه ايه ده؟ ده كان الفيزيكال دي مهم جدا، لان الخطوط بتاعت الماجنتيك فيلد مقفوله، خطوط مقفوله مش مفتوحه زي الكهرباء. ما عرفتش جاوس بتاع الكهرباء وجاوس بتاع الماجنتيزم وامبير وفاراداي اربعه. الاربعه دول هم القوانين الحاكمه في الحياه للموجه الكهرومغناطيسيه. المفروض الاربعه دول ماكسويل كان جدع شاطر بقى مش بتاع معمل، الحاجات دي بقى الناس عماله تحط فيها جاوس وامبير ومش عارف فاراداي والحاجات دي. دي واحد هنحكي بقى القصه دي في شابتر سبعه. ماكسويل جه ضربهم في الخلاط وعمل فيهم بقى شغل كويس قوي، وتوقع منها نظريا قبل ما يحصل على الورق ان في حاجه اسمها الكتروماجنتيك ويف او موجه كهرومغناطيسيه على الورق. فلما ماكسويل عمل الشغل بتاعه طلع دي. فيعني ماكسويل كان بيوصف موجه الكتروماجنتيك وصل لدي. وابن عمه بتاع الميكانيكا اللي كان بيدرس حبل عمال يفايبريت برضه وصل لدي. فانت بتوصل لها من نيوتن لو ميكانيكا، من قوانين ماكسويل لو الكتروماجنتيزم، هو مفيش غير دول، يا موجه ميكانيكيه يا موجه الكتروماجنتيك. في حاجه اسمها الاستو اوبتيك ويف، بس مش قصه الفرعين دول في الاخر صبوا هنا في اي ويف في الدنيا كده ولا كده دايما ماشي معاك. وبعدين تاخد دي بقى تحلها معادله رياضه، ما اسمهاش اوردينري ديفرنشال ايكويشن من النوع اللي انتم بتاخدوه دلوقتي. ده اوردينري ده بارشل ديفرنشال ايكويشن، قصه ثانيه بقى. خدتوا ازاي تحلوها؟ ما خدتوش ازاي تحلوها، انت تعرف يعني ايه بارشل بس ازاي تحلها؟ دي قصه ثانيه خالص. خلاص يبقى دي المعادله اللي الناس بيوصفوا بيها الموجه بشكل عام، زي كده ديفرنشال ايكويشن. الناس اللي هيخشوا اتصالات في سنه ثالثه هياخدوا كورس مايكروويفز، هياخدوا البتاع دي ويدرسوا معاها ترمين. يقعدوا يحلوا في البتاع ده. ظريفه جدا. انبسطوا قوي. طيب. الكلام ده الاهبل بتاع ثانويه عامه، ده اخر حاجه في الشابتر، الكلام العبيط بتاع ثانوي، ايه بقى العبيط بتاع ثانوي؟ بيقول لك هنا انواع الموجات، في موجه الكتروماجنتيك
وموجه ميكانيكال. موجه ميكانيكال هي الموجه الماديه الميكانيكيه اللي محتاجه وسط، محتاجه ميديم عشان تمشي فيه، زي صوتي كده. صوتي ده محتاج ميديم، مين اللي بينقله؟ الهواء. لو مفيش هواء مش هتسمعني، الموجه مش هتوصل. هي الموجه معتمده على وجود ميديم عشان تمشي فيه. الموجه الميكانيكال ممكن زي موجه الصوت، او مثلا مش لازم صوت، اي اله موسيقيه، طبله مثلا، واحد عمال يخبط على الترابيزه، اي حاجه، اي اصوات دي محتاجه ميديم عشان تمشي فيه. لو واحد بيتكلم كده اهو، مين ده؟ ده باتمان ده؟ ده باتمان بعد الزمن ما طلع عليه. ما تعرفوش مين ده؟ مش مهم. طبعا مش عارف حاجه اصلا. واحد بيتكلم فالصوت بتاعه ايه؟ بيعمل ضغط في الهواء، يعني الصوت بتاعه ممكن يكون عامل ضغط عالي فالجزيئات قريبه من بعض، او ضغط واطي فالجزيئات بعيده عن بعض، وبعد كده ضغط عالي، ضغط واطي، وهكذا. لو انت رسمت الضغط مع المسافه تلاقي الضغط عالي واطي، عالي واطي، وهكذا. ده بيبقى شكل توزيع الضغط او توزيع الجزيئات بتاعت الهواء وانا بتكلم. بيبقى في اماكن فيها كومبريشن واماكن فيها ريفراكشن. ده كلام بتاع عيال صغيره مثلا. الالكترومجنتيك ويف دي مش محتاجه ميديم عشان تنتشر، ممكن يبقى في ميديم او لا، مش مشكله. زي مثلا موجه الضوء اللايت، ده بيتكون من الكتريك فيلد بيبروباجيت ومعاه ماجنتيك فيلد. الاتجاه الانتشار ده او دايركشن اوف بروباجيشن بتاعه بيجي من الكروس برودكت او الضرب الاتجاهي للمتجهين اي وبي. كبرت وبقيت في سنه اولى، اعرف اضرب اثنين متجهين ضرب اتجاه اطلع النتيجه رايحه فين؟ اعملها ازاي دي؟ اقول لك اي كروس برودكت بي يطلع رايح فين ده؟ صوب ايدك اليمين مع الاولاني اللي هو الاي في الضرب، تروح للثاني اللي هو البي اللي هو موجه على السبوره لبره. اي كروس بي طلع البروباجيشن كده اهو، ده البروباجيشن. فدي موجه رايحه كده اهو. لو كان مثلا الاي عامل كده اهو والبي لجوه السبوره، كنت هتضرب اي والبي لجوه بقى فيطلع بروباجيشن رايح كده العكس. مش مهم، مش قصتنا يعني. الالكتريك فيلد هو بيتمشى بيغير الفاليو والدايركشن بتاعه. هو فيكتور الالكتريك فيلد ده، لو حد واخد باله ده فيكتور. الالكتريك فيلد ده قوه في الاخر، فورس. فتلاقيه يعني شكل الفاليوز بتاعته مع المسافه بترسم شكل موجه. الالكتريك فيلد مره بيبص لفوق، مره بيبص لتحت، مره بيبص لفوق، وهكذا. هو الالكتريك فيلد دايركشن ده اصلا الديفينيشن القديم بتاعه اللي خدناه زمان اول ما دخلنا الكليه. ايه الدايركشن بتاع الالكتريك فيلد ده؟ بيتحدد ازاي؟ الديفينيشن بتاعه هو ايه؟ شارج وشارج من البوزيتيف للنيجاتيف. يعني الالكتريك فيلد ده ده فورس كريونيتد شارج. فيبقى اتجاهه يعني اعرف اتجاهه ازاي؟ لو رميت شحنه موجه بواحد كولوم تروح فين؟ دي تتزق ازاي دي؟ لو الالكتريك فيلد بص لفوق هيزقها لفوق، لو زقها لتحت يبقى بيزق لتحت. الالكتريك فيلد لتحت، فهو اتجاه القوه المؤثره على واحد كولوم موجه، يبقى دي فين؟ هو ده اسم اتجاه الالكتريك فيلد. مش مهم. او تصنيف تاني للموجات انها موجه مستعرضه وموجه طوليه. الموجه المستعرضه او ترانسفيرس هي شبه الالكترومجنتيك فيلد، الاتجاه الاوسيليشن في الدايركشن كده اهو، الاوسيليشن مثلا فوق وتحت، والبروباجيشن في اتجاه عمودي عليه. دي موجه مستعرضه او موجه ترانسفيرس، ده الاوسيليشن فوق تحت، بينما اتجاه الانتشار في اتجاه عمودي عليه. الموجه الطوليه او اللونجيتودينال اللي الاوسيليشن والبروباجيشن الاثنين في نفس الدايركشن، زي الموجه اللي احنا رسمناها بتاعت الصوت دي. يعني موجه الصوت الاوسيليشن بتاع الجزيئات، الجزيئات بتقرب من بعض وتبعد عن بعض وهكذا. فالجزيئات بتوسيليت كده، تقرب وتبعد، اوسيليشن. اتجاه انتشار الطاقه كده اهو، بروباجيشن. فاتجاه الاوسيليشن والبروباجيشن مع بعض في الموجه الطوليه. زي مين كمان؟ لو انت جبت سترينج طويل قوي، سوسته طويله جدا ومديها خطه، فتلاقي ايه؟ ان في حتت فيها تتضغط وبعد كده تباصي طاقه، وحتت مفروشه وحتت مضغوطه. هتلاقي اماكن مضغوطه في السترينج، لو سترينج طويل قوي 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 وانت شديته وسبته او رحت مديله خطه او وات ايفر يعني، فتلاقي الطاقه بتنتشر لقدام، فتلاقي حتت مضغوطه في السترينج وحتت واسعه مستريحه، وبعد كده الطاقه تمشي في حتت مضغوطه وحتت واسعه وهكذا. كل ده كلام بتاع اطفال صغيرين ما احنا صغيرين. طيب مش فاكر هنا في المحاضره الاولانيه بتاعت يوم الاحد، هنا في حاجه فكرتني موضوع جالي بس هقولكم بسرعه مش فاكر ليه انا حكيت المره ايه الفرق بين حاجتين؟ دي معلومه على جنب كده بره المنهج خالص، معلومه ايه ما اعرفش اشرح عليك بقى. ايه الفرق ما بين ساينتفك بيبر؟ كان في حد سالني سؤال حاجه زي كده مش فاكر. ساينتفك بيبر وباتنت او براءه اختراع. باتنت
باترنت يعني مرات اختراع. ايه يقول لك انا معايا 15 مرات اختراع عبقري انا جامد. واحد تاني يقول لك انا معايا ساينتفك بيبر واحد. ساينتفك بيبر يعني ورقه بحثيه ورقه علميه. وباترنت يعني مرات اختراع هل يعني فرق بينهم؟ طيب مرات الاختراع دي حاجه تجاريه. يعني تشير بنط اكسبلويت. شير يعني انت بتشارك بالمعلومه مع ناس ثانيه لكن مش تسمح لهم ان هم يستغلوها. يعني ايه برضه؟ يعني واحد راح لمكتب برامج اختراع قال له يا عم المكتب انت انا اخترعت الترابيزه انا رحت الحقيقه يعني حاجه اسمها ترابيزه. فالراجل يفتح الارشيف اللي عنده الموظف ده ترابيزه 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 مفيش حد عمل ترابيزه قبل كده انت اول واحد يعمل ترابيزه. برافو عليك. سجل عباس سمير جه قال لنا انا عامل ترابيزه شهر اغسطس سنه 2000 45 خلاص كده؟ ده اول واحد عمل الترابيزه. اي حد يجي يصنع الترابيزه بعد كده لازم يروح لعباس ده الاول يتفق معاه على الفلوس اللي هياخدها كام عشان يسمح له باستغلالها في فكره. فبرات الاختراع هي بتحمي حقوق التجاريه للفكره. انا عملت فكره والفكره دي مش عايز حد يستعملها ويكسب من وراها، انا اللي هيكسب، انا صاحب الفكره. طب افرض انا ما عنديش قدره ان انا اصنعها. حد تاني هيصنعها بس يدفع لي فلوس. خلاص كده؟ ومكتب مرات الاختراع ده عاده بياخد فلوس عشان يعمل كده. الشغلانه دي هو بياخد عليها فلوس عشان يحمي لك الفكره بتاعتك يسجلها في الارشيف بتاعه. وممكن يكون مكتب مرات الاختراع ده بيحميها لوكالي مثلا يقول لك في مصر بس، لو حد عملها في بلد ثانيه انا ما احميكش. مش هتقدر ترفع قضيه وتقول لهم عملت يعني انا حاميها بالمكتب ده هو. انا شغلتي جوه مصر، ممكن مكتب ثاني يقول لك جوه القاره الفلانيه او على مستوى العالم وكل حاجه تمام. براءه الاختراع مش بالضروره تكون حاجه يعني ممكن تكون كلام فارغ، ممكن تكون حاجه مهمه جدا مكسره الدنيا قوي قوي قوي. وممكن تكون اي كلام فارغ لان في النهايه مفيش محكم قوي بيشوف اللي انت عملته ده بجد ولا لا. يعني انت لو رحت له تقول له عملت الترابيزه هو مش هيجيبك يقول لك تعالى اعمل الترابيزه قدامي وريني بتعملها ازاي. كويس؟ مفيش محكم، مفيش ريفريد. الساينتفك بيبر دي قصه ثانيه، الساينتفك بيبر دي يعني ايه؟ يعني واحد عمل ابحاث وصل لنتائج سواء عملي او نظري وراح باعتها لجورنال او مجله علميه، هذه الجورنال فيها محكمين بقى بيفهموا في الموضوع ده. فتروح للمحكمين للريفريز، شوف يا عمي محكم اثنين ثلاثه ما يعرفوش بعض وما يعرفوش الراجل ده. ويقولوا بعد كده رايهم في هذا الموضوع، مثلا اثنين وافقوا على الكلام ده قالوا ده كلام جديد، كلام كويس، ظريف، وواحد اعترض. ماشي اثنين واحد يبقى اثنين يكسبوا، يبقى البتاعه دي تتنشر في المجال. وتتسجل باسم الراجل ده ساينتفك بيبر. مين ده اقوى علميا بعد هذا الشرح؟ مين ليها ويت لما واحد يقول لك انا عندي ساينتفك بيبر ولا واحد لما يقول لك انا عندي باتنت؟ البيبر ليه؟ لانها اتحكمت، في حد قال رايه فيها. يعني ممكن حد يكون بعتها للمجله وفي المجله دي راجعوها لقوا حاجات مش كويسه، قالوا له طب اظبط الحاجات دي وبعد كده اديها لنا تاني ننشرها مثلا، او رفضوها خالص. في واحد بيبعت كلام اي كلام فارغ تروح للمحكم يقول ده كلام فارغ مش هنشره. كويس؟ فكوزن علمي الساينتفك بيبر اتقل. ليه؟ لان في ناس حكمتها، ناس بصت انت عملت ايه بجد؟ انت اللي انت عنده ده كلام بجد ولا كلام فارغ؟ الباتنت ممكن تبقى حاجه صاروخيه ما حصلتش وممكن تبقى كلام فارغ، يعني مش بالضروره ان اللي معاه ورقه اختراع ده يعني شخص عبقري، كويس كده؟ دي معلومه على جنب كده عشان احنا كل شويه يطلع لنا في الاخبار طالب في ثالثه اعدادي كسر النظريه النسبيه وعمل ورقه اختراع كلام فارغ. في منهج شابتر 8. شابتر 8 ده اللي جواه مين؟ تجربه نيوتنز رينجز بتاعت الانتركيت. شابتر 8 بيتكلم على ايه؟ احنا كل اللي عملناه ايه لحد دلوقتي؟ قلنا سمبل هارمونيك موشن ومثالين. سيمبل هارمونيك موشن مثال، المثال بتاع شابتر 2 اللي هو الميكانيكال والمثال الالكتريكال اللي هو الالكس مثال بتاع شابتر 3 خلاص. وبعدين نطينا رحنا للويفز، عرفنا معادله الويف كل الصداع اللي فات ده كله علشان نقول لك ان معادله الويف هي معادله سيمبل هارمونيك موشن بس جواها ايه؟ ديلي اللي هو سالب تي اكس ده، ادي كل الصداع اللي احنا عملناه يعني. خلاص كده؟ لو عندي موجه واحده اذا اوكي مفيش مشاكل بسيطه. ممكن بقى يحصل ايه؟ انترفيرنس، تداخل. تداخل يعني مجموعه. هندرس كام حاله انترفيرنس؟ 1 2 3 4 5 هندرس 5 حالات انترفيرنس، بس كده؟ الحاله اللي موجوده في الجزء بتاع شابتر 8.2 انا ليه ما ابتديتش مع شابتر 8.1؟ لان دكتور وائل عايز دي الاسبوع الجاي. كويس كده؟ في الويف اللي هو بيتكلم عليها بتاعت البارتكل ويف ديوالتي. من انواع الويفز برضه اللي هتلاقيها عندنا في شابتر 5 هتلاقي الدكتور حاتم لما كتب الكتاب حط امثله، قال لك ان في الكترو ماجنتيك ويف، في ميكانيكال ويف،
وكمان الويف بتاعه البارتكلز اللي هي ان البارتكل احيانا بيسلك سلوك موجه، فانا ببدل البارتكل بموجه، دي اسمها الويف البارتكل ويف ديفالتي او ثنائيه الجسم والموجه. فدي ويف ما هياش فيزيكال، الويف اللي ببدل الجسم واقول ان انا هتعامل معاها كده، لو كان ويف زي ما الدكتور وائل شرح لكم كده الكترونيشن دخل في فتحه ضيقه حصل له ايه؟ ما كملش في ستريت لاين، حصل ايه؟ سكاتريك او تشتت او ديفراكشن، حيوب. الحيوب ده بيحصل لمين؟ للويفز. فلما الالكترون عمل حاجه شبه الويفز يبقى الالكترون دي ويف بروبرتي، دي خاصيه موجوده بخلاف الجسم يعني. بس هو عامل يعني تأثيرها بسرعه عشان خلاص. فالويف بتاعت الجسم دي ويف مش فيزيكال، مش حقيقيه، مش هقدر اقيسها يعني، مش زي الالكترو ماجنتيك ويف اقدر اقيس الكتريك فيلد مثلا او ماجنتيك فيلد بشكل بطريقه ما ممكن اقيسها. لكن الويف بتاعت اللي هي اكويفالنت لبارتكل دي ما هياش حاجه فيزيكال اقدر اقيسها، هي بس طريقه تفسير الامور. وعلشان كده هو هيحتاج الحته دي من عندنا. ايه بقى الحته دي؟ لو انا عندي ويف سيمبل ويف، السيمبل ويف دي عباره عن ايه؟ سنجل فريكوانسي سنجل ويف لينث وخلاص انتهينا، تبقى واي بيساوي اي كوزاين اوميجا تي ناقص كي اكس زائد فاي. الاوميجا شايله جواها الفريكوانسي والكي شايل جواها اللمدا او طول الموج 2 باي على لمدا. افرض بقى انا عندي موجتين، دي اول حاله من خمسه انترفيرنس، خمسه دي واحده منهم، المره الجايه هنقول ثلاثه، وفي واحده موجوده جوه شابتر الدفراكشن شابتر 9، يعني هي انترفيرنس بس موجوده مع الدفراكشن، لان هي المساله دفراكشن انترفيرنس مع بعض، اللي هي خدتوها في ثانوي اسمها يانج دبل سليت، اللي هي التجربه اللي فيها فرحتين ضوء كده ويحصل انترفيرنس. فالخمس حالات دول ادي واحده فيهم. ايه بقى الحاله دي؟ نركز بقى عشان نعرف ايه الفروقات بين الخمس حالات اللي هندرسها. ايه الفروقات في هذه الحاله؟ شوف يا صديقي، نفس الايه؟ نفس الامبليتيود، اوكي مش مشكله. نفس الفريكوانسي؟ لا، اوميجا 1 غير اوميجا 2 خلاص، وبالتالي اف 1 اللي جوه اوميجا 1 غير اف 2 اللي جوه اوميجا 2، كي 1 غير كي 2، فاللمدا مش زي اللمدا، يعني مختلفين في الاف ومختلفين في اللمدا. طيب هل متفقين ولا مختلفين في اتجاه البروباجيشن؟ البروباجيشن دي رايحه فين؟ دي موجب ولا سالب اكس؟ موجب اكس، ودي موجب اكس، فالاثنين رايحين في نفس الدايركشن، الاثنين بيبروباجيتوا في نفس الدايركشن مع بعض، ماشيين مع بعض في نفس الدايركشن، ده اسمه موجب اكس. طيب هتلاقي بقى الحالات الثانيه بقى فليفرز ثانيه، نكهات مختلفه، واحده رايحه كده اهو، واحده راجعه كده اهو، يعملوا مع بعض ستاندنج ويف او موجه مقطوعه. تلاقي الاثنين مع بعض رايحين متفقين في كل حاجه، بس واحده راحت من باث او مسار غير الثانيه، واحده مشيت كده اهو وخبطت ونزلت والثانيه ماشيه على الارض كده واتقابلت. فهنشوف حالات بقى مختلفه. فالحاله دي فيها نفس اتجاه الانتشار، نفس البروباجيشن دايركشن، بس ديفرنت فريكوانسيز ديفرنت لامداز. لما نيجي نجمعهم عشان نجيب المحصله بتاعتهم، الجمع بيطلع ايه؟ دي ماثماتيكال ايدنتيتي عبيطه، ضحكوا عليا في المحاضره بتاعتهم حد قالوا لي ما خدناهاش، بس انتوا شطار وهتعترفوا، انتوا خدتوا دي؟ انا عارف ان انتوا خدتوها، بس انا بشوف مدى امانتكم بس مش اكتر. لا خدتوها، خدتوها. مش مهم، خدتوها. خلاص ضحكوا عليا في يوم الحد برضه، سالتهم خدتوا دي؟ نفس انا خلاص 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 يا صديقي خلاص، تحس ان انتوا كلهم جايين من يعني كل واحد من ناحيه، يعني واحد خدها واحد ما خدهاش، ما تفهمش الناس ده. فكوزاين ايه زائد كوزاين بي بتساوي 2 كوزاين المجموعه على 2 كوزاين الفرق على 2، عايز تتاكد ليها اثبات، ممكن تدور عليها او تثبتها بنفسك، تقعد تفك في دي كوزاين كوزاين سالب ساين ساين، وتفك في دي كوزاين كوزاين زائد ساين ساين، وتقعد بقى تجمع ومش عارف توصل لها. او في اثبات اسهل ان انت تبدل ايه باكس زائد واي على 2 وبي باكس ناقص واي على 2 وتقعد تفك. ما عليك. فالخلاصه ان انت لو جمعت 2 كوزاين يطلع 2 في الامبليتيود في كوزاين المجموعه على 2 كوزاين الفرق على 2. السؤال ارسم الكلام ده كله ازاي؟ عايز ارسم ده اهو، انا راجل بحب الرسم، ارسم الكلام ده ازاي؟ مش رسم هندسي،
خلاص. انا ما كنتش بحب الانتاج برضه. ولا التاريخ بتاع الهندسه كنت بحضر بس ما بحبوش. انا جبت في الكليه دي محاضرتين في الخمس سنين، محاضره تاريخ هندسه في اعدادي وامتحان اعاده تحسين. يعني انا كنت جايب درجه كويسه بس ناس كتير في الدفعه كانت تعبانه، فالدكتور عمل امتحان اعاده عشان الناس تحسن، فما رحتوش. بس المساله اللي جابها في امتحان التحسين دي جابها تاني في الفايل. يلا كل الدفعه حليتها معاه ده. الدكاتره دول عليهم حاجات يعني. المهم وقريتها كانت في المنهج، هو حتى دخل في الامتحان ساعتها قال لهم دي تتحل ازاي، لانه اكتشف وهو بيعمل امتحان التحسين انه مديلهم مساله مش من المنهج ما شرحهاش، فالعيال قعدت تصوت. ده امتحان التحسين الاولاني راح خلاص وبنحسن دلوقتي ورايحين في 60 داهيه نعمل ايه؟ هاتوا الدكتور جابوه قال لهم اه لا مؤاخذه ده مش عارف ايه. المهم جبت جيد جدا في المدرسه. اللي حصل بقى ان واي بيساوي واي واحد زائد واي اتنين. خلصنا فقط الذكريات، فنجمع بقى الكلام ده. لو انا رسمت واي واحد وواي اتنين مثلا دي هتبقى كده، واي اتنين هتبقى شكلها كوزاين بس فريكونسي مختلف، فلما تبقى فريكونسي مختلف اه متاثر. احنا هنرسم هنا مع الزمن، يعني خلينا نرسمها مع الزمن. اقول لكم ليه دلوقتي مش مع الاكس. نرسم بقى واي اتنين، واي اتنين فريكونسي مختلف، ففريكونسي مختلف مش هيمشوا ايه تحت بعض بالظبط، يعني مش البيك مع البيك والمينيمم مع المينيمم، او يعني مش شكلها لطيف يعني. فتلاقي انه ايه مثلا ممكن يكون البيك مع البيك في الاول، بس دي مثلا الفريكونسي اسرع شويه فتلاقيها بتكرر نفسها اسرع مثلا يعني. فلما تيجي تجمعهم تلاقي ان احيانا البيك تقابل البيك، الماكسيموم يقابل الماكسيموم فيتجمعوا كده بركه، واحيانا البيك بتاع الدي اللي هي ناحيه الموجب يقابل السالب بتاع دي فيخلصوا على بعض ده ديستراكتيف انترفيرنس. فانت تلاقي مع الزمن ايه؟ ان احيانا تلاقي كونستراكتيف انترفيرنس واحيانا ديستراكتيف انترفيرنس. فتلاقي النتيجه ايه؟ عماله شخبيط بقى، يعني هنا مثلا جمعوا على بعض هنا اتطرحوا من بعض بقى صفر. هنا جمعوا على بعض وهنا اتطرحوا من بعض. فتلاقي ان الشكل النتيجه الامبليتيود عمال يتغير. الامبليتيود مش ثابت. يعني هتلاقيها بتوصل لحد 2 اي الماكسيموم بتاع دي اي والماكسيموم بتاع دي اي وبتنزل لحد سالب اي ودي بتنزل لحد سالب اي. لكن النتيجه المحصله الامبليتيود بتاعها كام بقى؟ 2 اي مضروب في حاجات. فهتلاقي ان شكلها كده اهو. المنظر ده. تلاقيها بتوصل لحد 2 اي فوق وتنزل لسالب 2 اي تحت. يعني في وقت ما تلاقيها كونستراكتيف وفي وقت ما ديستراكتيف، ده طبيعي لان هم ما لهمش نفس الفريكونسي. لو كان ليهم نفس الفريكونسي كان الانترفيرنس يا كونستراكتيف على طول الخط يا ديستراكتيف على طول الخط على طول. دي الحالات اللي جايه الاربعه التانيين بقى، يعني الاربعه التانيين اللي هنتكلم فيهم بعد كده هيبقى نفس الفريكونسي، فبالتالي يا كونستراكتيف على طول مع الزمن يا ديستراكتيف على طول مع الزمن، مش شويه تلاقيها بتنور وشويه بتضلم وشويه بتنور وشويه بتضلم، مش كده. لكن دي علشان مش نفس الفريكونسي فتلاقي بيتفقوا احيانا وبيختلفوا احيانا، بيتفقوا احيانا فيطلع منظر الشخابيط دي. واحد بقى عايز يرسمها بشكل رياضي بقى مش فيزياء، يعني مش هيمسكوا النقطه نقطه يجمعهم، عايز يرسمهم بالرياضه. فبص على الرياضه الاقي ايه؟ لقى المنظر ده، قال لك انا هرسم ده على طول. بص يا عم انا هرسم ده ازاي؟ هقسم الفانكشن الرهيبه دي هقسمها حتتين. 2 اي مع كوزيناي من الكوزينتين دول وانا هختار الكوزيناي دي. الكوزيناي بتاعت الفرق. هاخدها مع الاثنين اي وارسم. الكوزيناية بتاعت الفرق دي لو انا بصيت على دي ونسيت بقيه الحاجات، البتاعه دي بتمشي ببروباجيشن سبيد كام؟ احنا قلنا الفيز فيلوسيتي او السبيد بتاعت البروباجيشن هي اوميجا على كي. البتاعه دي لوحدها الاوميجا بتاعتها كام؟ الاوميجا بتاعتها اللي هي جنب التي ده كام؟ اوميجا ناقص اوميجا على 2 صح؟ اللي احنا ممكن نسميه دلتا اوميجا على تي، يعني ده ممكن نسميه دلتا اوميجا على تي. ودي ممكن نسميها دلتا كي على تي، فرق الجهات على تي. فلما تبص لدي هتلاقي سرعتها كام؟ هتلاقي ان سرعتها هي الاوميجا بتاعتها
على الكي بتاعتها اللي هي دلتا اوميجا على دلتا كي. يعني الحته دي بس لوحدها الحته اللي جوه المربع الاحمر دي السرعه بتاعتها هنسميها الجروب فيلوسيتي وهنقول ليه دلوقتي بتساوي دلتا اوميجا على 2 مقسوم على دلتا كي على 2 والاثنين تروح مع الاثنين يطلع دلتا اوميجا على دلتا كي. طيب الكوزينايه اللي قبلها سرعتها كام؟ الكوزينايه اللي قبلها دي لو اعتبرت ان دي موجه لوحدها بتبقى سرعتها كام؟ الاوميجا بتاعتها على الكي بتاعتها صح؟ يعني دي سرعتها كام؟ اوميجا 1 زائد اوميجا 2 على كي 1 زائد كي 2. صعبه دي؟ يعني انا دلوقتي بس بقى يعني رياضيا بس عايز اتعامل معاها فهتعامل مع دي ازاي؟ انها كما لو كانت حاصل ضرب حاجتين الكوزينايه دي والكوزينايه دي هرسم دي ودي واضربهم في بعض خلاص؟ يعني انت عندك حلين عشان ترسم النتيجه يا اما تمسك ترسم دي وترسم دي وتجمعهم نقطه نقطه ده حل يا اما تعمل الحركه الرياضه اللي احنا عملناها دي وتمسك الكوزاين دي ترسمها والكوزاين دي ترسمها وتضربهم في بعض خلاص؟ الكوزاين دي بنسميها الكوزاين السريعه ليه؟ الفريكونسي بتاعها كام؟ الاوميجا بتاعتها كام؟ اوميجا 1 زائد اوميجا 2 على 2 اوميجا كبيره قوي صح؟ يعني لو كانت الاوميجا بتاعت دي 1000 ودي 1002 يبقى الاوميجا بتاعت دي كام؟ 1000 زائد 1002 2002 على 2 1001 خلاص؟ لكن هنا يبقى كام؟ 1 على 2.5 لا سوري 1 صح 1000 و1002 تطرح يتبقى 2 تقسم هتطلع 1 صح؟ فدي الاوميجا بتاعتها 1 دي الاوميجا بتاعتها دي الكبيره تطلع لو كانت 1000 و1002 تطلع 1001 فدي هنسميها السلو بارت او السلو ويف ودي الفاست ويف عشان الاوميجا بتاعت دي الاوميجا بتاعت دي فيترسموا ازاي؟ يترسموا كده ادي السريعه اللي فيهم وادي البطيئه اللي فيهم يبقى دي واي او السريعه واي فاست ودي واي سلو صح؟ ما عادش حاجه ده شغل ده لو جيت واخد بتاع ثانويه عامه المفروض انه يعمله يعني كوزاين كوزاين يرسم دي يرسم دي ويضربهم في بعض مش حاجه اضرب يطلع ازاي بقى؟ تعالى نضرب كده دي بطيئه الحته دي موجه 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 كلها موجه صح؟ دي بقى عماله تعمل ايه؟ موجب سالب موجب سالب موجب سالب بسرعه فتلاقي حصل الضرب اخباره ايه؟ موجب سالب موجب سالب بالمنظر ده بس علشان دي بتقل هتلاقي النتيجه بتقل معاك صح؟ لحد ما يبقى صفر هنا يبقى ناظر صفر هنا صح؟ طيب هنا دي كلها سالب بينما دي موجب سالب موجب سالب موجب سالب موجب سالب ادي الصفر فتضرب موجب من هنا مع سالب يطلع سالب تضرب سالب مع سالب موجب وبعد كده موجب مع سالب سالب وسالب مع سالب موجب فتلاقي المنظر عامل ايه؟ الشخابين دي عماله تعلى 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 لحد البيك اللي هنا وبعد كده تقل 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 وهكذا في المنظر وتلاقي لو وصلت الماكسيما او نقط الماكسيما مع بعض هلاقي المنظر ده كويس البتاع السلو دي البتاع البطيئه دي حد يقدر يقول لي البريودك تايم بتاعها التايم السلو بتاعها ده كام؟ الزمن الدوري بتاع البطيئه الكوزاين البطيئه اجيب منين الزمن؟ هو مستخبي جوه مين جوه مين؟ الاوميجا صح الاوميجا بتاعتها بكام بقى؟ فين الاوميجا بتاعتها؟ العفريت ده صح؟ صح؟ مش دي الاوميجا بتاعتها؟ يعني مش دي الاوميجا السلو بتساوي اوميجا 1 ناقص اوميجا 2 على 2 بمعنى اخر ان الاف بتاعت السلو بتساوي اف 1 ناقص اف 2 على 2 يبقى البريودك تايم بتاع السلو هيساوي كام؟ شقلباظ ده يبقى 2 على اف 1 ناقص ده الزمن الدوري بتاع السلو يبقى 2 على اف 1 ما دي الاوميجا صح؟ دي الاوميجا بتاعتها تجيب منها الاف بتاعتها تقلبها تجيب التي
في الزمن الدوري بتاع السلو سايكل دي، ده كده وان كومبليت سايكل سلو خلاص. في هذه الفتره الزمنيه في النتيجه المحصله دي الواي توتال بقى، يعني دي المحصله الواي كليه، الواي كليه دي هلاقي فيها حاجات شبه العين، شكل العين شايفينه؟ فين العين هنا؟ الاي شيب ده فين؟ اهو دي عين اهي صح؟ في كام عين؟ دي عين واحده او بنسميها بيت نبضه، بيت او نبضه. النبضه دي زمانها الدوري من هنا لهنا، دي نبضه واحده، ده تايم بتاع واحد بيت. من الصفر ده هو للصفر ده. فالسؤال هنا في كام بيت في الزمن بتاع السلو ويف؟ اتنين بيت في نفس الزمن بتاع السلو ويف، يعني السلو ويف من هنا هو لهنا هو وان سايكل، بعد كده بتكرر نفسها تاني. في هذه الفتره بتاعه السلو ويف اللي هي بتمثل الكوزيناية البطيئه دي، حاصل الضرب بيديني نص عين، عين نص عين، اتنين عين او اتنين بيتس نبضتين. يبقى البريودك تايم بتاع البيت علاقته ايه بالبريودك تايم بتاع السلو ويف؟ نصها. يبقى انا عندي البريودك تايم بتاع البيت بيساوي نص البريودك تايم بتاع السلو، يعني هيساوي واحد على اف واحد ناقص اف اثنين. اللي يهمه دكتور وائل ايه بقى في القصه دي؟ اللي يهمه السرعه بتاعه المحصله دي. البتاعة دي بقى بتمثل الرسمة الموجة مع الزمن. المحصلة دي مرسومة مع الزمن. مع الزمن أنا كده برسم الموجة واي مع تي، أبقى أنا برسم ويف. الويف كانت بترسم إيه مع إيه؟ واي مع إكس. واي مع تي ده برسم مين؟ السيمبل هارمونيك موشن أو بمعنى آخر أنا واقف عند إكس ثابتة وعمال بسمع إيه اللي بيحصل مع الزمن. أنا حاطط ويني عند إكس ثابتة وعمال ويني بتستلم دولة. المحصله بتاعتهم مع الزمن بقى بتعلى وبتوطى وبتعلى وبتوطى وبتعلى وبتوطى. الموجه بقى اللي جايه بتجري دي لقينا ان فيها اثنين بارتس، بارت كده اهو سريع وبارت كده اهو بطيء، الحاكم في دول البطيء ده اللي هيحكم الموجه، ده اللي هيمشي السرعه بتاعت الموجه هتيجي من هنا. فسرعه لما اركب حاجتين من المنظر ده اهو بتمشي الانرجي، بص الانرجي بتتمشى ازاي؟ هتتمشى تبع ده بنسميه الانفلوب، الظرف اللي من بره الانفلوب ده الاحمر ده الظرف، عارف انت لما تجيب الجواب تحطه جوه الظرف؟ الظرف هو الحاكم اللي من بره. فالحاكم اللي من بره او الظرف ده اهو ده بيمشي تبع السلو ويف صح؟ منين جه المنظر ده؟ شايفين المنظر الاحمر ده؟ ده اصله منين ده؟ ده اصله منين؟ من السلو ويف صح؟ يبقى السلو ويف هي اللي هتحكم الموجه في الاخر. فسرعه الموجه المحصله للموجتين دول، الموجتين دول بنحصل منهم في الاخر على موجه ليها سرعه اسمها الجروب فيلوسيتي. ليه جروب؟ لانها جروب من موجتين مش موجه واحده. السرعه بقى كام؟ هتبقى السرعه بتاعه دي اللي هي ده على ده او دلتا اوميجا على دلتا دي. يبقى لو كان عندي موجه واحده بسيطه سيرفنج كنا بنعرف حاجه اسمها الفيز فيلوسيتي. كان كام الفيز فيلوسيتي؟ كان كام الفيز فيلوسيتي؟ اوميجا على كي. لو عندي موجتين بقى راكبين مع بعض تبقى دلتا اوميجا على دلتا كي، تبقى المحصله بطيئه قوي. يعني انا جبت موجتين اصلا سريعين جدا، الموجتين الاصليين سريعين قوي، شايف دي ودي موجتين سريعين، لكن محصلتهم لان هم شويه بيعملوا كونستراكتيف وشويه ديستراكتيف فبيعطلوا بعض، فالنتيجه المحصله موجه بتمشي بسرعه بطيئه دلتا اوميجا على دلتا كي، دي اسمها الجروب فيلوسيتي. طيب احنا كده خلصنا في الدقيقتين، علشان في ناس كتير سالوني في الدايره اللي مش عليكم في المنهج اللي هي دايره الشحن بتاعت ال سي 7 خلاص؟ هقولها في الدقيقه علشان انا جالي عليها اسئله كتير قوي، احنا معانا دقيقتين، في الدقيقتين دول هقول ال سي 7 في الشحن. كويس دي معلومه اتعرفت. بسرعه بسرعه. يا باشمهندسين انت بتعطلني فانا هعطلك. دايره الشحن بتاعت ال سي رسمناها كده المره اللي فاتت صح؟ ناس سالوني كتير بيحصل ايه في الدايره دي؟ الدايره دي الرياضه بتاعتها سكند اوردر ديفرنشال ايكويشن من النوع الرزي اللي اسمه نون هوموجينيس. اخر حاجه تعرفها عنها الرياضه. خلاص؟ هقولها لك بالفيزياء مش بالرياضه. الدايره دي لو رسمت فيها الكارت مع الزمن قول لي يا سيدي انا كان سويتش كده هو رحت قفلته، الكارت في الدايره دي نط فجاه؟ لا ليه؟
ففي ملف يموت فجأة؟ لا ليه؟ لان في ملف. فهيبتدي الكرنت مثلا يزيد في الدايره دي، مع الوقت الكباستور بيتشحن، الكباستور اتشحن وصل لجهد يساوي البطاريه وعكسها، يحصل ايه؟ يموت بقى التاثير بتاع البطاريه، كانت لو كان في بطاريتين مقلوبين يعني. فيبقى الكرنت يبتدي يقل لما الكباستور يقرب الجهد بتاعه من جهد البطاريه ويبتدي يموتها، يعني الكرنت يبتدي يموت. مين يتدخل؟ الكويل. مش هيسيب الموضوع ما يحصل كده، فيتدخل الكويل يساعد البطاريه ضد الكباستور، فالكرنت يموت واحده واحده. ممكن يبقى النتيجه كده، يبقى الدايره دي محكوم عليها بالفناء، هتبتدي بزيرو كرنت وتنتهي بزيرو كرنت. There is no question about it. لازم تموت في الاخر. ليه؟ لان at some point الكباستور هيوصل لنفس جهد البطاريه ويخلصوا على بعض والدايره تقف. بس وهي رايحه بقى من زيرو لزيرو، ممكن تروح كده اهو او ممكن تروح كده اهو. دي حسب الكونديشنز اللي في الدايره، ال والسي اذا كان في ار كمان. بس الخلاصه ان الدايره دي هتبتدي بزيرو كرنت وتنتهي عند زيرو كرنت. انا شغلي يبتدي من لما تبتدي بزيرو كرنت. لما توصل بقى لزيرو كرنت في النهايه لما الكباستور يتشحن تماما، انا بقى بشيل البطاريه واوصل دول ببعض وتبتدي الدايره ايه تعمل التفريغ. في ناس سالوني ازاي بقى الدايره دي، انا عايز ابتديها زي ناس بتفهم بقى شويه. قال لك انت ضحكت علينا يا عم، انت وجيت في السبرينج وقلت لنا بشد السبرينج واسيبه يتحرك صح؟ انت خزنت فيه ايه؟ بوتنشال انرجي. في الشيت لقيناه ممكن ما يبتديش من الماكسيمم، مش من بوتنشال انرجي بس، ممكن يبتدي منين؟ اللي حله الشيت ممكن يبتدي من حته كده يكون فيها بوتنشال وكمان اديله خطه فيبقى معاك انرجي صح؟ قال لك طب انا عايز اعمل كده هنا، مش عايز ابتدي انا من مكثف مشحون قوي زي البوتنشال هناك والملف فاضي، اعمل ايه؟ في اي لحظه من دول قبل الكرنت ما يموت تقلب الدايره بدايره شحن التفريغ. يعني انت لو جيت في اي نقطه من دول هنا اهو عند النقطه دي في تيار مش صفر، فالملف فيه تيار يبقى فيه انرجي نص ال اي تربيع. فانت كده كمان كنت بتبتدي دايره التفريغ من ايه؟ من شويه انرجي كباستور وشويه كويل، مش كباستور بس. ده لو انت عايز تعمل كده، اتفضل.